تنفرد الأطباق التشيكية بمكوناتها الفريدة والبسيطة التي تعتمد على اللحوم وتفتقر إلى الخضروات. تعرف على أشهر الأطباق على المائدة التشيكية. تلعب الشربات دوراً خاصاً في المطبخ التشيكي، مثل حساء الثوم وحساء البصل مع الخبز المحمص، كما تلعب الصلصات دوراً كبيراً في الطهي المحلي، حيث تعد من الفجل والطماطم والخيار والقشدة الحامضة وتوت لينغوني والبصل أو الثوم. تعد اللحوم من الركائز الأساسية الثابتة في المطبخ التشيكي بأنواعها الكثيرة كلحم الدجاج واللحم البقري، في حين أن أقل اللحوم ظهوراً هو لحم الغزال والسمك. ومن أشهر الأطباق اللحوم شرائح اللحم البقري بصلصة القشدة أو الروستو بنكهة القهوة، أو لحم الفرن بالخيار المخلل والصلصة المتبلة. واللحوم المدخنة أيضاً من أهم الأطباق على المائدة التشيكية، وتقدم إما باردة كنوع من المقبلات أو كطبق رئيسي مع زلابية البطاطا والصلصات. يتربع على عرش الحلوى طبق الزلابية المحلى، سواء كانت مصنوعة من العجين المخمر أو السميد أو اللبن الكثيف، وتحشى بالفاكهة وترش بالمكسرات، ويضاف إليها الزبد المذاب، وأنواعها كثيرة كالزلابية الكارلوفاريا التي تصنع من البطاطا النيئة وزلابية البطاطا. وبجانب هذا الطبق هناك أيضاً الكعك الديناري بالكريمة، والبطاطا المرشوشة بالخبز المحمص، والفطيرة المحشوة بالفاكهة والمربى، والكعك التشيكي طبق تقليدي من مكونات رئيسية جداً، حيث يتم تحضير الحساء باستخدام مزيج من الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، ويضاف إليها اللحم البقري المطبوخ بالفعل مع البصل والتوابل. هو نوع من الخبز الأبيض يشبه الرغيف الفرنسي الشهير، الذي يوجد عادة في المأكولات التشيكية والسلوفاكية والبولندية، مصنوع من عجينة القمح المخمرة، وعادة ما يتم تشكيلها على شكل أرغفة صغيرة أقصر وأوسع من الرغيف الفرنسي التقليدي. خبز الفصح هو الخبز التقليدي في عيد الفصح في التشيك، مصنوع من مزيج من الدقيق والزبد وصفار البيض والقشدة والسكر والعسل والخميرة والملح وقشر الليمون وأحياناً جوزة الطيب، بعد أن يتم خبزها عادة ما يتم دهنها بطبقة زجاجية تتكون من العسل والزبد وعصير الليمون، ثم يتم تناولها باردة. بودينج الأرز هو بودينج الأرز التشيكي التقليدي، الذي غالباً ما يتم تقديمه كطبق رئيسي. يتكون من أرز مطبوخ في حليب مبرد ومختلط مع صفار البيض والسكر والزبد والفانيليا وبياض البيض المخفوق، يمزج لاحقاً بالفاكهة وتعلوه طبقة سميكة من بياض البيض المخفوق، ويخبز حتى ينضج تماماً. عادة ما يضاف إليه الكرز أو الخاخ، والفاكهة تتناثر بين طبقات الأرز. وعلى الرغم من أنه طبق حلو، يتم تناوله في الغالب كطبق ثاني أو كطبق رئيسي. حساء مخلل الكرنب حساء مخلل الملفوف التشيكي التقليدي، يتكون من الكرنب الحامض والبطاطا والقشدة واللحوم التشيكية التقليدية المدخنة، ويتبل مع بذور الكراوية والفلفل الحلو المدخن. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.